صرح الناطق الرسمي باسم الحمايه المدنيه العميد معز تريعه انه تم صباح اليوم في حدود الثامنه والربع العثور على جثه الطفله ذات التسع سنوات والمدعوه فرح وذلك بمحطه معالجه المياه بتونس الشماليه بجهه البحر الازرق بالمرسى على بعد حوالي كيلومترين من مكان سقوطها وأضافت ريعا ان الجثه كانت مشوهه وقد عثرت عليها وحدات الحمايه المدنيه نافيا ما تم تداوله بخصوص العثور على جثه كهل داخل احد البالوعات بمنطقه البحر الازرق بالمرسى خلال عمل البحث عن فرح يشار الى ان الطفلة فرح ذات التسع سنوات ابتلعتها بالوعة في الجهة المذكورة ليلة الاحد الماضي لما كانت برفقة والدتها بعد يوم قضته في جمع القوارير البلاستيكية